गुनाहों पे हूँ शर्मिंदा, इलाही दर गुजरे। जिसने सिर्फ 23 बरस की कलील मुद्दत में पूरे आलम में वो इनकलाब बर्पा कर दिया कि बड़े बड़े फुसहा, बुलगा, शुआरा, उदबा हैरान सुस्तर रह गए। वह कुरान जिसकी आयतों को सुनकर पत्थर दिल मौम और पथरीली आंखें बेख्तियार अश्क बारी करने पर मजबूर हो गई। तो आइए यानी उस मुकद्दस कुरान अजीम की तिलावत के लिए मेरी नजर इंतखाब उस साहिरुल लिसान कारी खुश अलहान जनाब हाफिज और कारी मरगूबुर रहमान साहब मुदर्रिस मदरसा जामिया माधेपुर की सरजमीन से जो तशरीफ लाए हैं, बड़े अदब के साथ मैं गुजारिश करूंगा कि वो तशरीफ लाएं और तिलावत कलामुल्लाह से महफिल का आगाज फरमाए। माइक पर जनाब कारी मरगूबुर रहमान साहब। السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن
بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الله أكبر علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء بالقسط ولا تخسر الميزان بسم الله فصلي لربك.
الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أيحسب الإنسان أن لم نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا من تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على